بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان وكيس ديتن يلبات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، باب الإيثار والمواساة. هو باب هي الإيثار يوحي حنداء ما الدنيا لصدوره، وهذا أباهن ولالكا ومسلم وكادرنا هذا الدور تود أسجا الدور بدود سيصد أقوله هذا هو نعات كسميرته. يوال مواساة إن لس جرجاره لسو كالميو مواساة كوا سو جرجاريدا يسو جرمشدا لباتو ينك يباهي دو مركي تماد لسو جرمدو. إيثار كنا ووح الدنيا وهذا أباهن تي ولالكا إن هذا الدور تود أسجا أقوله هذا هو نعات كسميرته. إيثار كاسا مستحبة هو ناقصاً وأمانا مثل، لكن قرباتك قالا حدنا اللو دوري مهيو. الإيثار لا إيثار في القربات بل إلى هذا، وإنما الإيثار وحي الدنيا هي منافع كراء. يعني صفك هورو ملك بنان تهي هبل وأذو قال صح معها هذا أغبا هبلاً وإن أذو قشو شيء لا صدقيسان ولا رب حبلو أذو ما أنت صدقيسان وبرما صدقيسان صح معها وحي خير إله اللو قد وانا يو أحدنا الله ما الدوره، لكن وحي نعفي الدنيا أضو أبهام بولالك الله قراء وأسك الله الدور بذا إيثارك مركب مسألة داوي. قال الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم نفتضي كالدوريان ووحي أبهنايين ببحنيان ولو كان بهم خصاصة باهي الدرن باهي الدرن باهي استيه يو الدرن باهي الدرن هقبا أي ضدك كلام مسلمين تا وحي أباهنايين أدوريان وسينيان وقوريان ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون آيات واتقرنيس. وقال تعالى إذن آيات وحي تلماميسا إن وحد أدوك أباهنتو الدنيا ولالك أدورتو سيسود أقور أدوكنا أتكسمرتو شيء آدي أدوناك سئنو إيهاي لغنا أماني أنصار يددك أهل خير كأها. وقال الله تعالى ربي وحولي ويطعمون الطعام مسلمين تواناكسن راشينك على في يقود كي بحنا يعني على حبه الله شعيل درتي على حبه مع حب أيوة راشينك يبدرك أباهن لا بد والله شد ميرك مرة راشينك لو عشا مرنا الله سبحانه وتعالى لو عليا والله بتفسير وجهه تفسيرك حوق بدنا وإن طعامك لو عليه والراشينك لو أيوة أباهن ونكمر منهم كسمرين بي ولا لهض أدوريان والسينيان أقوريان ويطعمون الطعام على حبه مع حبه أيقوا الشعل أباهم بي أدوريان مسكينا بيسينيان روح مسكينا وتقدرا ويتيما أقوم بيسينيان وآسيرا مد حبس كتشرو وشير كتشرو قعان تلق سوق بتوقع عن كتشر يسينيان إلى آخر الآيات. إذا مك الضمير كإن لو علي الرشين كان صحة وأتى المال على حبه أو كلا إلى معنى تهاي قرآن كاتل مامي قد يدى مركا إيه إلهي سبحانه وتعالى أو أماني إيثار كي يسو قرقاري دا دعذو يندورا وإنصاري صحابه الصميين نبي قنا السميين بوسيخ سوقاتنا إياه. وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صحابك وحور جاء رجل نبا يمد إلى النبي صوبانها أيمن صلى الله عليه وآله وسلم فقال ننك أسقا وحور إني مجهود نبي الله وارد بناه إني أنو مجهود من لباتك يو لبن بناه باهي الدرن باهي هيسوه ودع سال من الجهد والمشقة والضر. فأرسل نبي حوفر يندر نبي الله وعدبانا هاي امرتق لعاوي نفتئي وعلي الله أكبرك. فأرسل صبن حوفر يندري إلى بعض نسائه دمر كيسي بركوت كريه سي هاوين كيبو فرين أدر وحور بالعاوح وذاتك الوعد قليه ما هيسان. فقال وحيت الهوين نبي حوفر يندري والذي بعثك بالحق الله حق الله صدر الدين معانا إسلام حق الله صدر عن كل دارتي ما عندي أكتيدا ميالو إلا ما من بيمدو مبي بيمدو وحان كأينون وذات كان ما أنت أنهي لك الرمجرت. ثم أرسل نبي قادنا حوفر اندري إلى أخرى هواني كالقوري كالو البلاسنا هبلنا بالأوتاق. فقالت قبر اللبادنا وحي صوتري مثل ذلك وادي هروك ليتري مثل مدأة نبي الله والله حق الله صدر عن كل دارتي وحان بيهن قوري ميال حتى قلنا إلى إيدادين كلهن حاسك نبي محمد وردان مثل ذلك وداسو كالي مدول بوحي نبي الله وحن بيه أكين ميا لقرقو
wax lagu martigeliyo wadaadkaasi ma hayno. Maxay yidhaahdeen? Laa maya ma hayno waladii bacathaka bilxaq, alla xaq ula soo diray baan ku dhaarnay, maa cindii ilaa maa. Mid walba intaasay jiri, kulligood weedhaasay wada mareen. فقال النبي اذا النبي قال دغريس خبل لغا واي وداكنا دبن يحيى اد وباهن يحيى دبنا شيكت هدا وا ان لمرتي غليو مسلمين تلو دخغلو كدبنا و خس كسو رغي صحابديس يي ارددييس. فقال النبي نبي صلى الله عليه وسلم من يضيف يا مرتي غلينيا هذا وداكن دباتس الليل عاوه عاوه وداك يا ايغا عيد غلينايو ايغا مرتي قاديا ولي النبي خورا روايه كلي رحمه الله من يضيف هذا الليله رحمه الله نينك عاوه نينك مرتي قليا الله أنا حريصني يقول مرتي قليا وذات كاس. فقال رجل من الأنصار نين أنصار يتبع وحجري أنا يا رسول الله رسولك إله يو أنا عاوه مرتي قليا نينك سوى أبو طلحة الأنصاري رواية مسلم بعض ضي السيف صحيح مسلم لبكن كنتني أفر حديد كالرواية كيمت وأبو طلحة الأنصاري نكا وننكا بين كان نبي كقاضي صحابي. فانطلق بعض اهل العلم حي الشيخان ما هين ابو طلحه الانساري وثابت بن قيس بن الشماس وسون انساري كلا. فانطلق به ننكي بولا دقاقي صحابي انساري الى رحله قرقيسي ماشو دقنا بولا هذي رحله هو ماشي اقب كوكويا اللي دقنت هاي اما مرتكنقو اما دقنو صابان كذي اقب كذو ماشو يا الله لهذا رحله. فقال لامرأتي حاسكي سوحوكويري أكرمي ماموس وكرامي وناجي ضيف رسول الله رسول كله مرتديسي إلا نبي قوسو مرتدي نبي قولي سوحوكوائي أشقع عصب إن عاول لو عد كلي وذات كان. وفي رواية رواية وحاكوي مد قال لامرأتي حاسكي سوحوكويري أبو طلحة ما أنساري وحوكويري هل عندك شيء وحما هيسا وحوذات كان لغمرتي قليل. فقال وحيت لا وحما هيو الا قوت صبياني عرورتي عيالك قوت كود مويين عرورتو وحي على الفضان مويين وحنين وين لو صورو ما هينو. قال السحابي وحوري انت اسين كو سوريناي فعل ليهم كن مشغول كن مدى الدالي عرورته بشيء وحن كن مدى الدالي قلبتي وحنين اما في مخرب كي وحقاتين باهي بدنو هادي دارن ما هيسي عروات قانا انا اسكسون نقضان باي الربان وميشا وحون كهلان ايوغون دي بدن باهينين باي هوي وحسكا كان كوليين مركا سيدو وذاتك ودي باي ايوغو ما دي بان لكن عرور ينغ نقض كدوا قرنيس. وحوري مركا سحابي فعل ليهم عرور تكم مدى الدالي وكم مشغول بشيء وحون وحي كو عياران سي اما عيار باوقبا اما ايوغا اللي تنسي شقاء السميه ايكم مشغولات إلا وإن لتشيدي عروت تشيدي. وإذا أرادوا العشاء عشاء مركي عطسانا فنومهم سيحي. هوي هو إذن كادا يحمنا صوصي حدا بالكالي هرطان شاكسنا بريزتو قلقلو هصي حدا. هلكا جاي وحكمت في عمبو كان وذات قبرنا يدوى قبر هدا قالوا هوش هو فهمتي فنومهم سيحي أو هردو قدر. وإذا دخل ضيفنا مركم مرتقى يقول صوغ لقرق يمادانا فأطفي استراجة فينوس طبختي لامبد الدمي تريق يا وحي افتين عشان الدمي وحي افتين ورن دمي بول فأطفي استراج واريه أطس نينك مرتدى أنا نأكل وحونا إن أطس دمي أو خامسو أو علابتك لقدي وإسلام وحونا يسكدي وذاتكنا وحونا يسكدي عرضت والا سيحيي عروس حتى شفت محاضر سوق هذا الحلقه ايضا ان انت عشيين درك لا سيحده من كم مرتي مركز سي قلب سمي وحي لا سيكو عمرهايا غيرك كم مرتي قاضي ان لابتركود ديكسي وحون هي قاضي فدال وحبا شنقره هايو رامسنا واد مقليس وحد موديس ايغونا ان وحونهايا. فقعدوا وافريستين سحابي حاس كيسي واكل الضيف ننك مرتدنا وعنتيي وباتا وذات كي حاس كيس وحي بريين وبريستين طاويين ايوا بغلالا باهي بيك بريست ايكو بريستو روايه حديث كولي بعضي زيد وهي ايت مركي واي قبدي دميسي فينوس يا لامبدي دميسي كيبيس يرو لهلين اي ودي ارس ننك مرتدى اها كيبيس بحيرة كسو ودا ردي
ayadii wadaadkeedii hareeraha ka soo fadhiisteen kibistii, ninkii martidaana waxaa lixaa ka soo fadhiiso, gacantaynu wada gashanaynaa, ayagu waa laacaan, waxna ma qaadaan, wax raamsanna waa iska dhigaan. Wadaadkii baahnaanahe xisaabtiisu iska wataa, wuxuu moodahayaa raashinka in lala wadaagahayo lala cunahayo. Gabadhu waa laacdaa, wax afkilin bay iska dhigtaa, ninkii Abu Talxa waa laacaa, idan waan raamsadaan in raashinka lala cuno. Nin walba wixii Ilaahay u qadaray ka qaaday xeradaas yaa laga dhaadhiciyey ninkii martida. Waxaana ma arkahayo reerkii gacanta waa qaadahayaan, waana raamsanhayaan, iftiinkiina waa laga damiyey oo nalkii baa meesha laga gooyey. Idan si fiican buu kibistu u cunay, wuu seexday marka. Falamaa asbaxa, markuu waa bariistay wadaadkii Abu Talxa ahaa, gada cala nabi ku soo kallahay, faqaala subanu, wuxuu yidhi reerka hawshay sameeyeen baa nabiga loo sii sheegay. Jibriil baa soo degay dig nabi maxamed buu xogta u dhiibay. Nabi maxamed xogta haya, saxaabiga oo kallahaya waaka. Riwaayada Abi Yacla faahfaahisayo wuxuu yidhi, faji'tu ilaa rasuulillah sal alay wasalam fanadara ilaya min baciid. Xilligi barqinka horaan nabigu u iman jiray buu yidhi, intaanan danahay kale aanu ku mashquulin, aan soo salaami jiray, bariidin jiray. Xilliga nabiga aan u iman jiray barqinka ahayd baan ku soo baxay soo masaajidka fadhiya, meel fog buu nabigu iga arkay, ilaa waan inuu sugahay, ilaa warkiisa uu hayaay. Faqaala subnu, wuxuu yidhi, maa sanacta bidayfika alleyla, waa ninkii martidan kuu dhiibay, xalay maxaad ku fashay? Saxaabigu wuxuu yidhi, waxaan mooday ninka martida intuu igu hormaray inuu nabiga ugu dacweeyey oo nabigu eedba ii haysto, waan isku naxay, buu saxaabigu. Fadanantu anna dayfa shakaani ilaa rasuulillah, nabigu meel fog buu iga arkay, wuu ii yeedhay su'aal degdeg ah, ninkii aan xalay kuu dhiibay martida maxaad ku fashay? Macnaheedu waa maxay? Wuxuu qaatay si fiican umaada soorin, martidayna waad bi'isay. Markaasaa nabi, allow haddee wixii un guriga yaallay baanu siinay oo waan dadaalay. Nabi wuxuu yidhi, isdejisadaa ma aha. Inda jibriila ataani, jibriil baa ii yimid wuxuuna ii sheegay, fa akhbarni anna rabbaka qad cajiba mimaa sanacta bidayfika alleyla aw qaala daxika rabbuka mimaa sanacta bidayfika alleyla. Jibriil baa ii sheegay oo ii yimid, wuxuuna ii sheegay rabbigaa inuu u bogay wixii xalay aad samaysay, rabbigaa inuu la yaabay gobonnimada kugu jirta iyo sida aad yeeshay ninkii martida ahaa. Idan maxay sameeyey reerku? Iithaar, iithaar, doorid, wax quurid, waxaad u baahan tahay isdhaafi, oo weliba si gobonnima nalka dami, caruurtii seexi, iska dhaadhici inaad ninka martidaad wax loo soo riixo, oo keligii xero la siiyo, wuxuu ka baqahayaa reerku inuu baahan yahay, xaalada jirta uu og yahay, intuu wax yar afagelin iska soo riixaa laga yaabaa. Laakiin marka xeerada la wada galo oo laga dhaadhiciyo in lala wadaagahayo, si fiican buu u cuntaynayaa. Taas Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la yaabay waana u bogay. Masaladii baa socota. Faqaala, wuxuu yidhi subhanahu, laqad cajiba allaahu, Ilaahay waa la yaabay, min sanicikumaa, falkiinni adi iyo xaaskaadu aad ku samayseen, bidayfikumaa, martidiinni, alleylata xalay. وفي رواية البخاري فأنزل الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الصحيح بولا الحافظ بن حجر آياته وحيكسو دكتي قصداني آيات سورة الحشر يتقاناني الشيخ كب الله ببابك وحيكسو دكتي قصداني أبو طلحة الأنصاري وكسميي مرتدي نبي محمد يقول أني ماذا لما الدرين سنين باية جرته lama dareensin caruurtu iska roon laakiin wuxuun u baahan in la seexiyey, lama dareensinin wadaadiyo wadaadkeedu inay baahay kala xiyihiin, gobonnimaa loo sooray. Aayaddu saasay ku soo degtay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u bogay weeyo oo Ilaahay la yaabay. Layaabka laba macnoo ku yimaadaa, layaabku laba macnaa keena, midna Ilaahay waa ka nasahan yahay, midna waa sifatu min sifaati Ilaahi subxaanahu wa tacaala. Shay aadan ka warqabin oo jaahil ka tahay, haddii uu soo kordho la yaab waa keenaa. Waa midda la yidhaahdo idaa curifa sabab batal alcajab, midka asaga layaabka ku dhisan aqoon darrada iyo xog la'aanta, Ilaahay waa ka nasahan yahay. Inna allaha bikulli shay caliim, qad axaata bikulli shayin cilma.
وأحصى كل شيء عددا. أما شيء آدي أقيم بطن روح مرخص ودب قيسا قبلني ما تقول كذا كنت قاني عقلي بعد كنت قاني واحد كف ليسي أما أريد بو السمي سوق رحصا ودب قيسا والله يا بيسا وأتش حنيسا مدى تعظيم كشيء إلهي وين إلا وين يا لو بقى الله تعالى الله أمانا مدك أسرى ربي وكت المامي عجب العجب وصفة من صفات الله وليس العجب ولا بك الباب عجب هو أو الكلي أما العجب وصفة من صفات الله مدك أسنوي أما كان على جهل إلهي سبحانه وتعالى شغلكم لها متفق عليه. أفضل الصدقة جهد المقل أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح أذكر نيسان نبو حول الشيء الله بحيه وحاقه فضي بضان نين أوحبهي نين ددال كيوحو كديبه عمها يو لكن انتو صلك اسكمري او الددالي بو اسكو دينو وح صدقه يستو صدقه ساكا خير بضان نين مليان ديره بقول كن اسكسو فتشي مليان بان شاقي جيك با ايدين قري الله صبحا وذات كنك قاري قعمت بكو شاقي استقرح اسما يكون فرديا إنه حصدق سنة ديار بوياي وحي رأي بيلك وحكا قويني وحعاو في حد قلاب وحكا شرهي إذن بيلك عرط وحكا فرصمين النفط هايس أفضل الصدقة جهد المقل إن دنيرا وحود قوري باكا خير بضن خصند وحلق صدري أولا بحشي نبي قال نبي محمد الصدقة محاو خير بضن أنت تصدق وأنت شحيح صحيح waxaa u khayr badan sadaqo shayga aad bixiso adoo fayo oo badqaboon hanta tacinun marad iyo ilgeeriya lahayno dardaaran aan ku hanta tacin oo fayo badqaba xaqanna ku bakhaylaya shayga aad bixinayso leedahay intan shoo adiga kama badnaba dhig joojin aday ku noqon lahayd ma qaybsanto hibir hadaa siiso ada caawa baahan wa anta sahihun fayo shahihun ku bakhaylahayo intan aan kama badna waxaad ku dhaa u khayr badan wa hada wal ithar hada wal ithar inaad adduunyo qoodho waxa ka siisdana inaad naf qoodho wad garanaysaa qisada ajeebka ah yoomal yarmuq dhacday saxaabo dhowr ah iyo taabiciin dhowr ah ayaa dad badan ba ku sheedo saxaabo iyo taabiciin bale saxaabo wuxuu soo maray niman muslimiin oo dhaawac oo daadsan biir buuday markaas uu nin walaalkii u damin afka u saaro wuxuu umidaro wuxuu ninkan igu xigasi kana iga darane kii kale u tagay xuur ka igu sii xigasi ki kale u tagay mid walba wuxuu waxa wila hebel ba iga dir hebel biyaadka ugu qabo ninka u dambeeyay madaxa saal loo yiri markuu la dul istaagay bay naftu ka haaday ki kale kula soo noqoy nafta ba ka haaday ki labaad ki uu ka soo bilaabay u tagay kulli nafta ba ka baxday kaba biya isu quraya nafta baana ka wada baxaysa jidinka lagu qoyamay waalka u qoo waradigu hebel u qoo ay ku dhacday أنصار تحاق بستي حول سحابة كشكي وانفي عنون قشي مدي حيسؤون لها برقة هل قد أول سكد أولا كرصداء ورقو وفي عيها أيان خير أقيم بردارس كيقا وحيدا ينبو ريهب الأقى يقا نقدراني ريهب الأقى ريهب الأقى تدبق قريبا صمرا كي أنك بلابا قصوا نقضيب سيلي حولها هي إلا يقا نقدران يقا نقدران ضعن كوايا قانين نفط ذي قوري اسكدا وحكى له ابراهيم التيمي اذكرنا انسان يوحد احمر قصيده عجيب كيد ابراهيم النخعي حجاج بن يوسف الظالم الفاجر اي عيدا صدر وحور ابراهيم النخعي هلا سوقبت هلا سوخر انو دلو ربا حلقدي وابراهيم النخعي فديي با اسنا وحا فديا نينكلو ابراهيم ليدادو ابراهيم الحارث التيمي ليداد وتابع صونا فقيه أسكرتي بسوي استكت بوليس كي حجاج بلا يا قواياش مركز الإبراهيم النخي عاوي أنا إبراهيم التيمي يقول إبراهيم وأنيقة إبراهيم النخي عين الحيرة هي والدير هي أوقيا عود أنا إبراهيم إبراهيم هذا ها إبراهيم التيمي والله تقيل يبد بعدين يا ولا لكي مسلم أه وحبت روكات حي المجر لا بقى يسوي كل فقوي شيء يسويين حق النصبك حور إبراهيم كالغوص ودريت رئيسا وآنقا وإلا كعي
إبراهيم النقع سيدي بكو بدبادي وابحصدي إذن قد دل ليس وقول يا أو حسان أوي وأكل ليدي ركز في ما نينك إذن كو جيزين إذن كو آمس إذن كو قيام بدن وآمس هيا انتو حق ذو يوم يشاء كبعي انتي نكالي وأنا اسمها من نظر إلى تأينتا وكفتا دبي دبات والله إذن كهي بركة إبراهيم النقع سيدي سوق بحصد إبراهيم نحارث التيمي حبس قال لكي تشيل بعن ورقل وقبه بإنشره والشيطان كأول استيبه الوحري وميل إسكال ديس إيا صرب إيا براء أون قبو كاعلنين أون قرح كاعلنين مركو بالكحرنا يهو يدي الله فصحينا صوب وقته إبراهيم التيمي هو يدي بغطمت ويقران ويدو الكيدي ويقران ويدي أرضي يسيب أكشف الحور إسلام هو يدي بقرن ويد حتى كلمها مركو الله الله يعطيك زجرات ودبنه يسيافك الكيه بيجرات وحبس بلساك وقل هيا قرح قبو وحوك علم مجرو وحيرك إبراهيم التيمي حبس جبوا كل أنت هبين كون نف بحي بحجاج ريوح لويري عاو حم مقالة كون نف بحي ضد كم مقالة كنا نكو خير بدنا رجل من أهل الجنة أحد أركت أم بلد كن جوج أحد كو خير بدنا وعاوى النف بحي وأنا من أهل الجنة واجي مركو بريو حالي النف بحي حالي وداد إبراهيم التيمي اللي دا ودو أنصحني يا حبسي حالي كو جواي فجور كي سفير حلو حبك مجران هي شيطان بقى هيد حلم قرب أها قبط أوه كتورة قشن قبك لما حوالي إبراهيم التيمي ميت كيس وحلقو توري قشن قبك مالها قشن هوكتان بكتوري دول ميجيزي فجور كيس لبكا محو أمر إبراهيم التيمي إنو بدباديو نيو ولا لكيا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصوة ويكدرتين قام حي نفط ضيبي كهر مرنيا يعني. من الزهاد داي إبراهيم الخواسي دنون المصري أي كميدة واتقرنا إيسا أنا علومة ده والله سوقبت قل يا عمو بولي زواعدين نمن زهاد أهل الزهد أهل خير ومال إسكدو وردنا إسكا قرآن آخر سنة هي ومرنا إسوانية وحكشك وحوري سردون كي دولة وحيدة نمن كان وحي سوضا دين أن لفهمين نمن كبالة دعوة دولة دولوجي قاضي بارك الله شيخ الله ورحمه قاضي حكمين زنادقين لله كل اللي حضر الله صار لواتن وذا فيل بلسوق لي مثل بحولية هاي أنا قال ليه ردلو محاجرة وحان ربا انت اني اللي يقورع هاي انا والله تقيضا سين ولا ذا نينك فلن يد قورع ايا شكي وحونا من كان زنادق ما زنادق ده ان لينجري وقليها دين تحنا الله ينو واسكو حاران واكا جان نمان كان بابا يجيري ذي هليل هاي نبنا نكهر منها هاي وحول نمان كان نمان حلمها دب هالو نقول قاضي قبل دب لوجو علية دولة دب بارنا علم السيدي كبت به حال ونمان كان وايد السيدي فوق هذه بقى قرتي حال نمان كان متقانان وأهل الله أو الخير ويكل هذا مثل بحدونا يا والكيل وجوه الرئيو قورك جوينت والكيل النولاده ساعد أصقو برتا يكون مغنتها كان حبوب نسيج النولاد هذا محدث لي يا وني أنا عربة كسر تجاي سيف عن وما دردار من أنت وراك القرى هاي بلين كسيج جورع وركن أستاذ من نقضي هل سوى هوا شيء هذا وعلى الربع ضد كنا نفط سوق قران حراء سوق قران وهدي ولا لا يهيون وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحجيري طعام الاثنين طعام الاثنين لبراشين كود كافي الثلاثة صدح بكفلين يعني طعام الاثنين لبر راشين كود كافي الثلاثة صدح بكفلين يعني وطعام الثلاثة صدح راشين كودنا كافي الأربعة أفر بطيقة متفق عليه وهذه وحل سود دورها يوه لو أن وحي كدرقان أفر نمبا كباه ترطة صدح وحي كدرقان أفر يشان يلحب واتيقة وهذا وحسو قورينه دي لكن أنا ربنا نقول شنت بحنون كليها في ذنه وحين الدقة إما سيدنا ميروح نحونينا متفق عليه وفي رواية لمسلم عن جابر رواية مسلم أولي وجابر وكورنا يحديث كورنا حديث كبرور وهاي عينه صلى الله عليه وسلم قال نبي حجيري طعام الواحد يكفي الاثنين حديث كان جابر وحولها أول قيب هرولها والنبي أقول كلوا جميعا ولا تفرقوا
كلوا جميعا ولا تفرقوا ضعف بسانت كجر الروايه داس لكن ويكو فسريس نبي وحوري سي ودا جير وحو عنا هكلا تغينا كراشين كو يري هي ولا اسكو درسدا ايدي اصل بنانت هاي ان تاكلوا جميعا او اشتات قران كو يري وذر يا واحد لو عنا بو واي بنانت لكن مركو وحو يرادو ان لا كلميو غانت ميل اسكو غيا فيعن كلوا جميعا ودا جير عنا ولا تفرقوا هكلا تغينا لماذا فان طعام الواحد سيداس حديث كو خنا روايه طبراني فان طعام الواحد طعام الواحد هنا واحد كدغيسا شبع الواحد هل وحي درجيه وين هل روح هل قف وحي درجيه يكفي الاثنين لبو دقيقه وطعام الاثنين لب راشين كودنا يكفي الاربعه افر بو دقيقه وطعام الاربعهنا افر راشين كودنا افر وحي درجيه وي يكفي الثمانيه سديد بو باهي ترى برنا وا درق مرنا وا باهيد لا اسك فوجيو افرنا وحي درجيه سديد بو باهيد بل تبن بو باهيد كتري كرا نين دعا سالا افرنا وحي كو قديان وحا ويه تبن نو دحسال كو فلان ياه او كو دوق دوغا هيا وكيورن سيدنا عمر عام الرماد سنه ابارتا عيوني وحان كربا رير والبا او مسلمين انت يهين ان لا اقوى اني قادان قويسك كوكوبا لح روح وان اي قادان لح كلي قويسك تمرح كوكوبا وان تمرح قادان محايا الى حديث كانوا دليشن جرى عورن جري سو تمر ميدان هاي تبين كيني واحد الفان جرتم حا الفان كرا لباتن شان هدات هنا شان تراشيك وحا عوني كرا كن ولان كرا طبعا سيداس كوبت بادي مسلمين تي هي دلال كي كلا ديرات كو سمي ونيغ سومر وعن ابي سعيد الخدري اذا تنوى وحوي والايثار فضل الايثار بكتو سيسا لبا وحي دقيقة افر بو دقيقة صدى وحي درجية لح بو دقيقة وتقريب سورة وين تحديد ما افر وحي دقيقة وحلقية درجية تمن روح انو دقيقة افر عروة وين راشين كو ديو درجية شيء تمن لباتن بس تيئة وتبر درن وان عروويني ايو كفلين لما نمر ما تشطوريالا جريب وقتها oon loogu tagaynin majtor ma taqana ree konfurad goydi waana abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qa sahabiga wuxuu dhig bayna ma nahnu fi safar hilla an su'ada al-kujray ma'a an-nabi subhanahu la jiran kis hilla an nabiga la su'una su'adal ya safar idh jaa rajulun min bayyimit ala rahilatin lahu hal ulaha saran hal ulaha bu saran ya min bayyimit nago safar ah nimba dhaxda kaga soo baxay muslimiinti يا النبي السعودي فجعل انك سعوت هذا هاشا سارا و هو غدغل يصرف انه ليحين يبصر ارقيسي يمينا مدغي وشمالا بدح و قرضي مونا حق حق هاشبا ودغيست و علعلي اسلام الله مكو بحياب ولايا يا بل راعدا و نعف هيست اما دب اشدن ياي اما بي حوس هي و تفيرنيا مسلمين تبقى تفيرنيا وانا حشو انه هضنا و ديدن ياي هذو هاد بهادي ايش افيرنا اذا وردت كان يعاوى يا راعي كرتا يا بل دبغ شا ودنت او شيغان كرتا وهذاك افيرنيس فقال النبي قال دار رسول الله صلى الله عليه وسلم مركه دبن يو باهن ياي نبي ددكو كا عقل بدنا وانا كنا حريص بدنا وانا كا ديرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه فض ظهر جديد ديرده نينك هيا فليعذ بها كل الله تجايد كا ديرادكا على من لا ظهر له نينك جايد هيسنين ومقدمه هولي نينك هل بوتا قايد بوتا اسكبا داي الراشين يا علف إيه فرس يا بقل يا طمير يا اور ليرادا نينك هايستا ولا الكيس على لغينا يين قايد لا انت كل نقضة هاسي من كان له من كان معه نينك وتفض ظهر قايد ليرادا وي فليعد به قايد كاليرادا هو قايد عليو وكل الله افتو على من لا ظهر الله ان كان قايد لهي اسكالمي ويو صفر با لو جيراي نينك قايد ديرادا هي والكي هو قايد عليو ومن كان له فضل نينك ديرادا هي من زاد صحيح اه صحيح ديرادا بايس كبد نينك يلي كرنا فليعد به صايد ديرادك اما زياده كو لابتو اما فضلك كو لابتو على من لا زاد له ان كان صحيح هيسن baahida wax ka badan ee ku soo dhay qoorta ku soo dhay amadii ka badan waalaha kala si guriga ka noqonina safar baa lagu jiraa dadka islaamti intana soo hadhay bal caruurta oo kordhiya kuwan kulus ciwaalaha dhamaanay wax ka siiyay
فذكر النبي وحوش شيئين من أصناف المال وتريا نك جاد ديرادة هيا نك مال ديرادة هيا نك در ديرادة هيا وحن تأ هيا ذي بن آدم هيستي أوردن وح ديرادة والله إن أن هيز هلك كلام كلنا قد النبي كله صلى الله عليه وسلم فذكر النبي وحوش شيئين من أصناف المال حولها نوعه ذكر لدون حكش شيئين ما ذكر وحوش شيئين ما نك هذا الدير بنبي كمريو حلو حبك ما تجي وهذا شيئين حتى رأينا إلى أنه أرق نيب النبي هل هي مانك أيضا أنه لا حق لأحد منا في فضل إلى أن آمني سوى النبي نوعا أنت مانك أيضا إن متكاي وصن حق لهين وحد يراد أنه هيستو بهذا هذا وحي كبدا إن هذا هيستا وخلط بأنفها نيب حتى رأينا إلى أنه أرق نيب آمني أنه لا حق وصن حق لهين أحد منا لأحد منا أحد أنك نبي وصن حق وقصنا في فضل أي في زائد عن حاجته وضرورياته باهدي سوح كبضا رواه مسلم واسدا أيضا ويكلا دوان تاي مرنا وبر السماد وحلق الاسكد قاني هاي مرنا وحلق أبارد سيدا حد حلق هذا التاقن وكالي ونبنو كهليني مركا أيضا حلق أبارد أي جرتو باهدا هذا وح كبضا إنا بحسو واجبوي مركا معول جرتو وي أبارو مدو كوها بسدان وقاتل الله دمانا يو ومسلمين تلي أنا يان بعد إيه بيلا أنا ولي أنا يان باهدا هذا وح كبر هذا بحساي واجب ويشرعا ولا خلاف في ذلك مركب الرسم اللي تشوجنا وصنع إيه شيء خير بلاوي وعن سالم بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه أن امرأة هويني أي جاء أتمنى رسول الله رسول كذا أتمنى هويني إذا ما قعد الله مش شيء كل من أنصارية تيم بانو ملاي أن امرأة هؤلاء جاءت إلى رسول الله رسول الله وحولات ماذا أكينت هدية أهان ببردة معوس منسوجة لسمية الله طلي نسجه ومعوسها الدمر كفريق في السماء يقانا يفرغ قعنته دكت له معوسي بروانيك آية مركة لغوصة من جرى أمن كان باصل لغوصة من التقانان مرين دي اللامة لغوصة مرين معوسها يمان الله كينا عارتين أيال ليلة ذا بردة معوس قونوي برد هذه الزوالي مقشو قو معوس بيدهان لكن بردد عند العرب وكساء قوي برد ماله وي شملنا وقف اصحاب الروايه كلي بردد ما قرنا اسامبل اصحاب سالم بن سعد هي شمله قون شال دلها اتدهدان مرو اقوي شال هي شال دلها كل جرا المهم ان امراه هوينه جاء لرسول الله وحولت ببرده معوس اما قوي او كانت منسوجه غعن لو سمي فقالت قبدي وحيت القيمه بنيت نسجتها بيدي نبي محمد فرحي كان كسمي غعنت ايضا كتلي لاقصوك ها ان كو يدرتيد ان كو ارد بخي اديكا دنك لو ما سمينين نبي يقول انه هو او كو ارد بخو او كتكدو ايا نبي الله دوني فاخذها النبي نبي محمد معوش استقاته امقي محتاجا اليها سوى اباهن مرضى قرحت ذي قيمه مرضى قرح سن باي ويقعد قبل أغسل الدداش فخرج إلى النبي قال نقصه بحيب بن سهل بن سعد الساعد وإنها أيضا معوستي إزاره سكنت كساء النبي وهو سكو صحيح لي وكو حرقوني يعني الله صبحنه ليم النبي قلوا قليوي وصحيح لي صحابي والله صبح فريست فقال فلان نبا وحويلي أقصنيها نبي الله وأنا يسي أنا يقوى ربي نبي الله وأنا يهوي أنا يوارد به ما أحسن محك وأنا سن رواية كله مرضي بورطة طابت النبي محمد وقبيب صلى الله عليه وطابت وأبقي حنا نبي الله تاني جيسي نبي هذا اللي سيء واد فقال نبي حنا نعم ها وكسين هيا هذا كسين هيا فجلس النبي في المجلس ما شاء في الرواية نبي أنت إلهي ظنون لا فرديي إلى هذا النبي صوب هذا أنا من نقول كره صحابه ولا فدياي حوله وكسين هيا فجلس النبي نبي وحو فدياي في المجلس ما شاء الله انتو ربي دوني بن لا فدياي ثم رجع غرو بكلابتي معوس اسكفوري تيس نبي دمات كاهيد ان يدا لميد اين بو سو خدي فطواها واوصل اللابي فطواها معوس عصبيد بو اوصل اللابي نينكي النبي جيركي سنه تابتي بركيسنا ثم ارسل وادري بها معاوست إليه للرجل السائل لنك ويدي استيب النبي أصدره
فقال له القوم مركي معاوستي او هلي صحابتي بقى عناناتي نينكي لقاها لقى الراعي نين لها كعنانتا نين قريبا ولبح الله الله نينك او هريها لنا سهل بقها رواية كل شيء انا عنانتي يقول فقال له القوم وصحابه وحي نينك كويدا هذين ما احسنت سوى ناكسن ماذا يلين واد بعيسين ما انت ماذا وناجنين ومحاجرة لبسها النبي نبي محمد بن معاوست حدي محتاجا الى سوره وباهان او اركيسن نبي ارد بح وباهان يا ابو حدي ثم سالته واد ويديسته اد يسيري وعلمت وحن هران باوغيد اون كا قرسون كدركسنت هي انه لا يرد سائلا نبي محمد نو وح ويديست ما انو سن دهيني بد اوغتا marka kuma haysa aqoon tarii aqal darre hun gur xuma ku hayay ku yaad ku jiraadeen nabiga u baahan wad arkaysay wax la weydiinay oo samay dhahayna waad ogeyd maxaad u weydiis wa alimta musbaqan wa had ugtood ka dharagsantahay annahu nabi muhammad la yaruddu sa'ilan ni wax weydiisay inuu samay dhahayn uu san celinay xunumay halka maanan u jeedin anagu iga dhageysta si kala wax ka waday faqala wuxuuri inni wallah الله كو دارتي انوغو ما سالت النبي محمد او مويد سنه معوستاني لالبسها ان حده وفرزده حرشه كما ربو اني كفن ان نقطان ربا مروين او قرخسن والنبي محمد جيركيسا تاباتاي بركايسن يديدكيسا ان لا يكفنو ايا ربي بو نميو اني صادقه الهي او رمين دونا رنين نسو دبالين هي si u qaaday qaab asoo u dhahay laakiin saxaabadu qaab kale u qaateen wa inni wallahi ma saaltu ama waydiisan li albas la albasa albisa inaan xidho wa inna ma saaltuhu waxaan u waydiisay li takuna inay noqoto kafani kafanka lagu doogi lahaa ee lagu xabaari lahaa qala sahal wuxuu yiri fa kanat kafanahu waagida masxaabi waadanta macawista ilaahay baa lagu kafnay wa rajul sadaqa allah فصدقه الله ربك شيء إخلاصي إيمان بك أهي حول جعل كما أهي نبي بركي سنيي وتبرك بآثار الرسول ومستحب بإجماع السلف الصالح نبي آثارتي سئلا بركي استو وحاوى يوا شيء قيمة بضان انت سر ربي إلهينا وأهر كليي رواه البخاري بحديث كوري طبران أصوح حصوص ساري رواية المامي سحديث كوري أصوح كاري نبي محمد باقبادي كفرين كعلي حوري معاوست ماني دويد وكالي ايسو سامي معاوست ادو قرحسن ويقبر كفر يا رئيساتي وحرفت اي حربت بلغة الى لي ايو اي اي اهي نبي قبك مركو حوري بن معاوست وكالي ان اسلام كود حفريستي ايسو سامي او امري قبر واي باللوضي ايضا معاوست دميني ونبي قبري عليه الصلاة والسلام رواية طبراني أن النبي أمر أن يصنع له غيرها فمات قبل أن يفرغ منه النبي قال عطل إن لوصو قبل ويب اللوضة طلب كوم مقان بالان إسكدير إسكسو وطان شنون ما هوش معوسو برشد ما سمين قعن بالو سمين مدين قادن إسالك معوس بنتي ذي هكا جنتي ذي إن لهلو أوردر كاسو النبي قوم مقان هيا قبل نكون مقان تيبان أبو تيال لكو تيميد معوز تعد على فتيه كله لما قرنوا حقيقة اللي قيدين لطاي بيت مال هذا نعم محمد حقيقة حقيقة اللي قيدين بيت مال ما تركناه صدقة سكوا قال أو شاهي ذا سيدا سامك هل الدون نعم حسمي معوز هدو حلوني وكما بحيث قويني بلسوها يرد نقلاتي شيء هذا اللي قول يبو الضنيني زهدنا وريجي وهول آدي وارك حقول الداس يدور الداس وحوي روح إيمان سن وإلهي تربيين با يا أودي كره يا أودي كره حديث كان مركا بخاري وحوب بابا يستي وحوب بابا يستي بخاري صحيح إيسا باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه سيال آخر وحصوصته وعدون وسنكولة تقين وهوذا الأصوات قابوته كفن كذا إن المال دي كان كرتو وذكرت لي قلي كرتو وضمان والبدي كرتا هاي كفن كي هو كهذا يتعال لي قلت مات كفن لا يمس وقدي كرو مرضها لي وكفلو ولذلك بعض الصالحين وحيث من جرين
qabri bay qodan jireen iyagoo nool sayso muslimiinta u dhibin xilligay naf baxaan ba qabri la geliyo oo dabal u saaran yahay u dadan oo markuu duugoba ay xalxaalaan oo markuu soo daataba ay hagaajiyaan oo ay ka warqabaan nin toban sano sii noolada nin sanad sii noolada halkaas lagu xabaali jiray kafanka hadii la diyaarsaday oo banaanta in la diyaarsado badal xadiid waxaa koo la diyaarsan karaa qabriga macna fiican baana ku jiro ninuu qabrigiisu qodan isagu diyaarsaday he hawo badan geli mayso hawo badan geli mayso annagu dad aan dhimanaynin oo meel la u soconin oo iska nagi oo waarahaya sidii baan u dhaqmaynaaba aan xusuustaa wadaada reer beledweyne ahaa oo kitaabka manhajka waa noo akhrin jiray ayaa guri wadaad uu lahaaba yaa kiru ahay waa laga saaray guri kalaa marka aan raadinay annagoo dhowr ah guri fiican baan ka soo helay meel buun daliiqliiqata u dhow gurigii baan sheekhi geynay xaggii xaggu ka istaagay wuxuu guri waa fiican yahay laakiin albaabadiisaa yar oo sheekhu waa sidee haddii tii alla igu timaado nacashkaygii meydkayga si fiican loogama bixin kara meesha nacashkaygii meydkayga albaabku waa yar yahay in la dumiyo oo albaabka la dumiyo ama guriga ducda laga faruu u baahanayaa waana xoolo islaam xaqunaas guri albaab weyn oo si tartiiba meydkayga looga saaro looga bixiyo ii soo raadiya annagu hawsha maana ka fikiraynaba guri khatar oo u dhow meeshuu sheekhu rabo soo helun baanu lahay maalmaan raadinayn ruuxa muslim waxaa la doonayaa inuu niyada maankii maskaxda ku hayo xabaashiisii kafankiisii wad iyo geeri hawadan socota ee la ysku baabi'inhayo iska ilaaliya وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحور ان الاشعريين نمن كره اشعريين وقيس يمني ري قحطان وتقرنيس يعرب بن قحطان بكسو جيدا وقيس ابو موسى قد اش عبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري ان الاشعري نمن كره بني اشعريين ليدا اذا ارملوا مركي سايدو يراتو إذا أرملوا إذا افتقروا إذا قل طعامهم إذا قل زادهم صهيدو ذو مرك يراتو في الغزو دولانك صهيد با يراتو يقول كجر الجهادي في سبيل الله دولة يود أو ما سقلقوا يراتو طعام عيالهم عرطو بيلكو ذو يراتو بالمدينة يقول مدينة شوك هذه مدينة شوك أنا النقيه أو عرطو بيلكو يراتو صهيدي ama ayagoo safar oo duulaan ay sahaydu yaraato jamacuu waxay isu keenaan ururushaan maa kaana cindama agtooda wixii yaalla fii thawin waaxidan hal mara iskugu keenaan attakaaful ijtimaaci baa la yidhaahdaa attakaaful alijtimaaci goo weyn bay dhigahayaan nin walba waxaad hayso isu keena soomaalida horu way yaqaaneen xirsigii baalka dhiji soo gala xirsi nabaaddiinay ee geela laga qaadi jira caanaha reer baa toban halad baa usoo xaroota reer labaatan baa usoo xaroota reer waxba ma hayaanba oo adhi iyo lo mala geed galeba meesha u joogto ama neef ama joogo geela ma kala lisahayo iridda geela dhiil weyn oo soomaa la dhigahaya hal walboo la liso waxyar baa lagaga balqinaya dhiilka wax lagagu shubaya hasha caanaha badan si fiican baa looga balqin midda sakaraadka magaanta waxyar baa laga si loo wado soddon halaad ma kalaysa ama labaatan la liso dhiilkii weynaa waa buuxsamaya reerkii aan geel usoo xaroonin xoolana u irmaanayn baa dhiilka caanaha loo geynaya hadday dhowr yihiinna waa loo kala jabin hadday saddex yihiinna saddex dhiil in la dhiga baa laga yaabaa kana lagu balqiyo lagu saa lagu wado idan waa hawshii ay samayn jireen ree ashcariyiin ree miyiga ummadda soomaalida way yaqaanaan ataka in lays caawiyo layskaalmeeyo jamacuu waxay ururiyeen maa kaana cindahum wuxuu agtooda ahaa fii thawbin waaxidin soomaalida kay waxay aaminsan yihiin xirsigaa geela laga qaaday xirsigii ma ahaa qardaasti kama hadlayn kanaa xirsi la yidhaahdaa xoolaha ku dhaqma reerkaa ku nabadgala colkii colaada la iskaga qabtaa geeli aan laga xirsiyeynin een saa caanaha looga shubin masaakiinta wax laga siinin beri waa la dhacayaabana waa xoolo jin markii horeba shayaadiin bay ka soo jeedeen marka aad bay iskugu wardeeyeen laakiin zakaday ku xun yihiin xirsiga zakada ka daran
جمعوا وحي أورنيا ما كان عندهم عقتوا يا اللي بأورنيا في ثوب واحد هالمرة يسبو كينان يا هالمل ثم اقتسموا واقي بسدان بينهم لحظة في إناء واحد هل ويل بيكو قيب سنة يعني راشين كميش اللي سبو كينان شو دالة درية هبا لو شب والله درية هبا لو شب بالسوية سيسما بيكو قيب سنة يعني ننكي كوبا كيني ننكي جوان كيني ننكي اللور كيني ننكي النع كيني كل وحوي ينكي كيني قدب يا مني علي يا بنتي وهاول دم اباروك يعني وي جواني اللور ايو غدب تقانينا غدب واخ كسير وي مسوا كوي يورت وكير دي سوما اي جوانك هو 100 كيلو لور كنا و 100 كيلو غدب كنا شيء لباتن بوا نيعو حلم ما لباتن ما سوا طبعا يا جو وجير والله باتوك واسع ها بلاي لكن ايجي معي النبي وحوله هوش النبي وسوء وبقي فهم مني وانا منهم فهم مني وانا منهم هي اشعريين فهم ايوه مني اين محلقه ترسيين وانا ايجا محمد عليه الصلاه والسلام منهم ايجا ترسل النبي وحوش علي هذلك واحد بحشه ومضى واحد ترى دمت قود لي ماذا واحد دقيقه وحقوره ولذلك وعول على أبو عبد الله الترمذي الحكيم الترمذي في نوادر الأصول حوري دين الإسلام مبني على الجود والسماح دين النبي محمد لبطر بكل سنتهاي وحقورد يدق إسلام كورن بابا انت نفط هذا قوري وحول هذا قوري ووالك إذا نفط بحين الجهاد بتكون بحين حوله بدي بيسا مركب وحوي دين تورن باكو كل إنسان على الجود والسماح إذا النبي قلت أسوأ على يستيف فهم مني وأنا منهم أنا يقتل الإنسان ويا قتل الصناعة التكابل الاجتماعي بالله وحقوله آدي آد بيقو برا يوق إن أنا بقول أمانة لما كان محيط الإيثار الإيثار ده ترى أنا بالكوان يستاين كذا ما تقول تعالى معه تشيلون وياي متش يمتش معدين متش يمتش هذا يمتشيشة إيه ها هاي نين كان مرضى قد يكدل على تولنين ويحي على في إله سينا أن تشيلنين رقنا أن لا تشينو تيسو الدقيقة ما انكي ساد دقيقة تيسو الدقيقة ذلك الله ما تشرو ركاسة أقول لي تا ورسوة طبعي كلين وردي طبعا أدار ربي كوسق وحيقال سي ما تشرت يا يا ما تشيده وانك ان وحي له ان يري سنين الاقتصاد تدبير بان لو بايا اذا وحو النبي تاسو امانيا هدي الله روحه قيري والكا وي وحكسي هتبع ذي انا وحي غو هيس اسغا هلوبيه يا هولها لو بانو اس غرب استاد اسكو تشي وحو عن وحو قورد بان لو بايا وليان ريب الأشعري النبي قال أدبو أمان الشري إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حيث يدخلون في الليل وأعرف منازلهم وإن لم أرهم في النهار نبي حول قليا ريا أشعريين ماشي كده قيني مكة عيدا لياي أما صفر لياي أما الدولاني عمري حج الله صعوده ماشي كده قان مسلمين تو أنوان قرين جريم نبي قال حتى ما نكتان أرك نبي الله محفوق قرن عبادته القرآن أخرج كوذا سيسكو حرين قونا بارو يمنيين بأي رأي يمن ضدك وكخير بدنيين إلى يومنا عرب أدونك جوكتا يمنيين تأوقف عن رنوال با أفريكان كان بارك أفريك إلى بارك الدحي إلى سنتر الأفريك واحد دين تقارسي هو يمنيين ماليزي اندونوسيا واحد إسلام كطوري هو يمنيين قوليها يمنيين تو عرب توارد آمان دد بسطاء أو نقول أو دبعسان أو نحريس بدن أو ديق بدن وي صبرنا بدن حقنا جكسي بدن قناعة بدن هنقولي سن نيجي ده حتى يقولي بأرض كل حنا قضي ببرني أدب وقيمة بدنيين وحنا بقول أمانة والإيمان يمان والحكمة يمانية عرب أصل كان يمان بكسو جدان وحنا خلونا ووحي يمان كسو فافوي أنت وحنا يمان كيمان عربات وهندية باكستانية ماشوا كهريو أما قبل عربية قرصة
لكن أصل اليمن العرب يمن بكسو جيدا العرب المستعربة وأوقيمة النبي قدش عليه الصلاة والسلام مركو حاوية وحقور دوا مهم جدا نفبا لقورا حول لقورا ولا إسكور قبا قصة طريفة وكشكي واقي ديوان إذن كوكا قبين عشركا متفق عليه أرمل مياد ربطة ورطة فرغ زادهم صايدوا أيضا ما تو أو مسقار وكل واد أي كل واد صايدوا الفراق الدمادية إن إبر نقطة محمد عمر الواقدي صاحب السير والمغازي يقص آد قيم بدن كشيكي وحول مال ما المها كم بذا دولة من أشقين يا قاضنا وها من علمان وها مال ما المها كم بذا أنا إسكت شو جاي جوادي شقارها النوع هذا الجروحي تري بوري صيد وارد ما تي عروت وح لوج إذا مالها بري 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 ما يبرد من واحد الدرير كي وح حق العيد كي بالا قاربة أضيعه حق العيد كي كان صحيح عروتي أربح وذي هوله عيد الدماشات كذي وحورن بأبرع اللي يري ضبوا حلوش ذان الله ماي ما لنا رقان جروا إنما نصاحبنا وكان عصدان التغيير وحاجة برد وحبا ما هي وحدي ديمي سال عق كن يلا بقولوا درهم أه ديمي ومر كان وحلا أنكو كانوا فرتوا إلى صار منك كان عصدها وأن الله بتلعقت أنا وتن جوري التجيب ومخرج مكان تكذب مشاهد كان كسر بحام جوري إيمت بلعقت جوري كان إسلام تمان ودي بي أنا والعقت هاي استوى إسلام تان لين بالقاب كي إنتان برك ده إنتان راشين ده إنتان نيف كود حيادة ده وحي قسمين وقرشين إنه يعني ثيب بني هاشم وآل بيت رسول الله ونصاحبة آين يا جوري سو استجيب وأصنع ديبك عن شيكتي أنا وسو دين قاتي أصنع شيئاً مركز واقيد وضع يقول دام الدولة هولهان يسحي قوبان هاي العقوم الله بقوة درهم إيه رادي دين يقول رادي إيه أماه مركز أنت معيب وإن عنده صوغر من فريسو وحان قوان صدي إيه إن العتك لقوة صنو إن العتك لقوة أنه اللي حبق الله قادو اللي حبق الله أنه أن الله إسلام تي مو هؤلاء موقت جب أو جاري أو عقل بيرها دور كسيريو إلى وكوجر جاري وكبا هؤلاء كمعلى وكبا إيوه كل رداء ما مقتل هؤلاء كبا إله نجسيي جب هذا وحي جري ما هرب توا قيدوا هنا الطميس حرام له دهوش وباهي بجرتي وان كلا جبسنا هنا حاتر مايا مايا من عيب يسمى باطي جري نينسكا جن عصدا وضدن شجعتي بأكون الله بقول الدرهم كديمي أديك نير هبني هاشم وآل بيت الرسول الله وضدن شجعتي ميال وحكر هبي كل جد سبج كل جد أديب سكندي كجرت أوديب كهود ما أدري من محل هذا ما يجي هذا أوديب والله إن زعاني ما هو تبع الله نير رجع ورن لجلجلة وهم مرابع لي لكن جنب لجلجلة ما مره ورك ما تقنع رجل سيسان وحبط لسه يورن كل لسه بود يفودت قلي يعني استابت بجاريسة لكن إسلام توضع ما يطير هذا ما يلبي كساريس هيدا ورن لقيل قلي رجوا تشيراي وامرا هي جنب لقيل قلي ما مره ورا ما يدين شو شيء نعسنا نكتي كذا من رجعنا دمر قوة كذا جين وقوب النمو احترام بأكجرة هؤلاء وانت لقوا شبارات بركة حشرين قرطاي وحبات كلهاري وأم العيال وحاس قادي وضدك تضعش عليت وضمر عليس أدو أدو حميلي كريم بيكاهيسا وبرشادة تير كذي مركة وحبان بد حيريني وحبان بد حيرينيسا مركة طوريد إيان حريسي وقوب النمو ماشو كجرة تمويل قنبار حق وحميش وشيري كان ورم بيبتشيريني المهم قبضي وحوري وان جيلو وان ديب العقتي لعقت من ديبي مركز صار لعقت ديبي با يا نينكي ريبنا هاشم لعقت سوق وديبا وحقوق جاي كي تاجر كانوا أن كسود دين سدي بولا مراي وانت شاك يستين برواق ديبان لعقت كسود دين سدي بولتوس قندقي لعقت بقرت وواقد أنا بمال شلي ديمي سيد هذا هو سوقات هذا يكوت أنا كل واقد ديبان كسوقات أنا وسيدة أتاعن بوحوره من أوراقان كرنلا وركن أبحي
oo taajirkii ninki ree banaashin ba iswaraystee taajirkii ugu soo laabtay hawshii weydiin waa saasaan yeelay islaantaana ay marisay yaa nin loo jeeyay ibn khalid dawladda u shaqeynayo qolyuhu u shaqeynayay waaqidi ahaa oo cudur daranaya imid buuxuuna raallahu mushaarki oo isgargaaray baan la soo daahanay culays kale ma jirin xisaabaad baan ku mashquulsanayn meel dagaal ka dhacay iyo qolyo xaj naga aaday sheekh buu cudur daartay mushaarkiisa buu u keenay mushaarki intaanan tirsanin buu wuxuu yaan u warramay waxaan yidhi hawshaasaa dhacday wuxuu yidhi masaasaa dhacday haa addoonkiisa buu yidhi wuxuu keen lacag 10,000 dirham keen buu waa ninkii dowlad mas-uulka 10,000 dirham baa la keenay wuxuu yidhi 2,000 dirham ninkii taajirka ee ku daymiyey 1,200 baa iska leh 2,000 waxaa iska leh hee ninkii reer bani haashim ee adna aad sii daymiisay baa iska leh 2,000 adiga waaqida iska leh maxaa soo horay 10,000 afartana gabadha xaaskada iska leh iyada idinku gubsan buuri naagta idinku gubsan waa ayada buuri 4,000 dirham buuri ayada hal sii farto ka saaray tuqaydi saddexda ayadna 2,000 buu isku siiyey 10,000 saas uu qaybiyey marka gub tahay oo wax quudho minallaahi baa lagaaga faragodi calaf kala ku soo geli meel kala rabbi kaa taageeri allah la isku halleeyaay aadama waxaad siisa waxba lama moodo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.